صباح النور مشاهدينا الاعزاء، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده. النهارده ان شاء الله عاملين اكل بسيط، سندوتشات واجنحه بصوص كده جبنه البارميزان، هيعجبكم قوي ان شاء الله، مع سلطه كول سلو في السندوتشات. طبعا اول حاجه هنبدا بيها الفراخ بتاعتنا. عندي صدور الفراخ قطعتها فلي ده بالشكل ده، ولا دقيتها ولا عملت فيها حاجه، اهم حاجه تكون نظيفه وحلوه وناشف منها كل السوائل والميه. فنروح بقى للتتبيل ونبدا نجهز التتبيله بتاعتنا. التتبيله سهله وبسيطه. هنا عندي فولا، نركز كويس عشان هعمل خطوتين، الوصفه فيها خطوتين. الخطوه اول حاجه تتبيله الفراخ، وتاني حاجه الصوص بنحضره على النار بس كمان شهرهم اورهولكم. ده كده سندوتشات برجر الفراخ اللي بنعملها. حطيت العيران، بعد كده عندي شويه من الشطه سايله. نيجي بقى البهارات، عندي ملح، بعد كده عندي شويه من البصل بودره، وعليهم شويه من فلفل ابيض. هنقلب كل الكلام ده مع بعض، وبنفس البهارات اللي احنا عملناها دي بنزود لها شويه كركم ونحطها على الدقيق بتاعنا. الكركم بيدي لون اصفر حلو في الفراخ. اي حاجه تقلوها عامه، جمبري، سمك، اسكالوب، لحمه، حطوا حركه الكركم دي في الدقيق تدي لون حلو معانا. طيب كده التتبيله بتاعتنا جاهزه. ننزل بصدور الفراخ، ويفضل طبعا لما نيجي نعمل سندوتشات يفضل ان احنا نسيب الفراخ في التتبيله مش اقل من 4 6 ساعات. اهو. طيب برضه هنعمل لكم دلوقتي وصفه الاجنحه، جميله شبيهه بيها بس بنكتر لها بهارات شويه عشان الاجنحه فيها عظم فتحب البهارات اكتر، والصوص اللي بيجي معاها خفيف. احنا دايما بنبهر على اعتماد على الصوصات اللي بتمشي مع السندوتشات او مع الفراخ، عشان كده صوص البافلو اللي هنعمله مع السندوتشات برجر الفراخ هو طعمه قوي شويه، فبنبهر تبهيره خفيفه للفراخ. طبعا حابين تزودوا بهارات من عندكم مفيش مشكله، ولكن دي احسن حاجه تمشي للفراخ. عندي هنا بوله فيها ميه بارده، مهم قوي الخطوات بتاعتنا عشان نطلع الكريسبي بتاعنا او الفراخ مقرمشه من بره وحلوه. عندي في بوله فيها ميه بارده، وعندي الفراخ بتاعتي في التتبيله والعيران بتاعتها، وعندي الدقيق المبهر. باخد اول حاجه عندي هنا، شايفين طبعا صدر الفرخه اهو، بنحطه على طول في الدقيق. طبعا ده بقى بعد 6 ساعات او يوم بتلاقوا التتبيله شاربه فيه كويس جدا ويبان لون التتبيله على الفراخ، ولكن مفيش مشكله عشان افرجكم كل التفاصيل. طيب اول دفعه بندوس بايدينا كده كويس، ونروح مقلبين، وكمان دوسه وبنروح مقلبين اهو. طيب نفضهم من الدقيق اول حاجه، بعد كده نحطهم في الميه البارده ونعد 3 ثواني، 1 2 3، ونروح شايلينهم رجعينهم على الدقيق. ناخد لنا كام حبه، 1 2 3، شايفين لما ناخدها من الميه على الدقيق على طول الميه هي اللي بتخلينا تعمل لنا طبقه خارجيه ومقرمشه من بره. نقلب برده وندوس ونقلب بالتكنيك ده كويس عشان تطلع معانا. ادي صلصه البافلو اللي هنجهزها دلوقتي برده مع بعض، بس نحط الفراخ تتقلي ونجهز مع بعض اجمل صوص بافلو هتجربوه اهو. بنفس الطريقه بنفس التتبيله نقدر نحط فيها جمبري، نقدر نحط فيها شويه فراخ صغيرين مثلا لو عايزين تعملوا النجت الصحي، نفس الكلام. طيب ادي الفراخ عندنا خلصت منتهى البساطه. تعالوا نعمل كمان واحدتين عشان تكون كل حاجه واضحه. ارجع اقول تاني، اول مره نروح دايسين بايدينا كويس في الدقيق والفراخ، بعد كده نحطهم في الميه 3 ثواني، 1 2 3، ونطلعهم ونحطهم في الدقيق اهو. طبعا دايما لازم يكون معانا زيت سخن وحامي عشان الفراخ ما تعجنش معانا وتشرب زيت. طيب كده جاهزين معانا، سخن الزيت بتاعنا على حراره عاليه، ونتاكد بحته دقيق صغيره كده نشوف الزيت سخن ولا لا. طيب نديله شويه لغايه ما نجهز صوص البافلو بتاعنا.
صوص البافلو بسيطة، مكوناتها أربع حاجات بالظبط. عندي هنا صوص بافلو جاهز بنجيبه من بره، بس بنحب نكسره بكام إيه طعم زي العسل، بنحط عليه العسل عشان بيكون فيه نسبة خل عالية قوي، والعسل فيه نسبة سكر، فلما بيتحط مع بعض بكمية مظبوطة بيطلع معانا تمام جدا. ننزل بالزبدة، كل ده على البارد لو انتم ملاحظين، مش معلين النار خالص، على النار هادية خالص عشان نفضل نقلبه براحتنا. بعدين عندي معجون الفلفل الكوري اهو، حطيته، ونسيب كل المكونات دي مع بعض على حرارة وسط تبدأ تسيح معانا. اهم كده جاهزين معانا خلاص، ممكن دلوقتي نقدر نقلي الفراخ بتاعتنا. خلينا نجيب الملقط اهو. نقطة بقى مهمة جدا زي ما اتفقنا، ان الزيت بتاعنا لازم يكون سخن. بسم الله اهو، ونحط بالتدريج عشان ما نبردش الزيت بتاعنا. نسيبه بقى يغلي. بتاخد وقت قد ايه؟ بتاخد معانا حوالي من 6 لـ7 دقايق، عشان دي مخليه ما فيهاش عظم، وكمان مفروضها مش تخينه، فناخد بالنا الاجنحه بتاخد وقت اكتر شويه، بتاخد من 10 ل 12 دقيقه، كل قطعه في الفرخه ليها سوا ووقت معين. هنسيب بقى الكلام ده كله يستوي مع بعض، يغلي يعني الفراخ براحتها وتتقلي، ونيجي نحضر طبق الاجنحه الجميل. الاجنحه اهي بتاعت الفراخ الحلوه خدتها، طبعا يفضل يكون معانا اجنحه بالحجم الكبير دوت، يعني شايفين مقارنة بإيدي كده هتلاقوا الحجم إيه بتاعها واضح. نبدأ بقى اللي إحنا ننضفها ونقطعها منتهى البساطة. الجناح دايماً بيكون فيه 3 قطع بالشكل ده، بنيجي الطرف اللي هو رفيع ونروح قاطعين بالسكينة حتة ما بنحتاجهاش يعني، أهي دي بنرميها ما بنحتاجهاش خالص معانا في الاستخدام. نجيب كمان جناح تالت أهو. طيب بعد كده نقسم الجناح نصين. وصفات سهلة وسريعة، حتى سندوتش الفراخ ده لما تعملوه هيعجبك جدا وما بياخدش وقت. لو مستعجلين مش محتاجين تحطوه في التتبيلة 12 ساعة ويوم والكلام ده، تقدروا تستخدموه على طول زي ما أنا عملت. طيب التتبيلة شبيهة جدا بتاعة الفراخ اللي احنا عملناها، ولكن زي ما اتفقنا عشان الأجنحة تحتاج إنها تتشرب والصوص بتاعها خفيف شوية، فاحنا هنزود التتبيلة والبهارات فيها. عندي هنا نفس الحاجة عيران، العيران عشان فيه نسبة حموضة عالية فيكون في التتبيلة حلوة، مع شوية من الشطة السائلة. كمية الشطة دي ما تخافوش هي مش حرقة أصلا. بعد كده ننزل بقى إيه بالبهارات بتاعتنا. أدي الوصفة نزلت على الهواء، معانا شوية من الملح، بعد كده عندي التوم باودر، وعندي بصل بودرة، طبعا الفلفل الابيض. ما يفضلش ان احنا نستخدم فلفل اسود عشان ما يغمقش معانا الاجنحه. طيب نحط عندي فلفل الكاين او شطه اللي موجود، ونقلب كل الكلام ده مع بعض. طبعا يفضل التتبيله الاجنحه بقى دي بقى اللي يفضل تقعد يوم عشان تتشرب كويس في قلب بعض. لازم تتعبوا معانا شويه في الطبخ عشان تطلع الحاجه حلوه. بعد كده نحط الجوانح، ونفس التكنيك اللي عملناه في الفراخ الصدور هنعمله برضو في الاجنحه في القلي. نقلب كل ده مع بعض زي ما اتفقنا. الاجنحه يفضل ان هي تقعد شويه في التتبيله اهي. طيب مش حابين تقلوا الاجنحه عشان الزيت والدقيق والكلام دوت، وحد عامل نظام صحي، تقدروا بنفس الخلطه دي شغلوا الفرن على حراره 250، دخلوها 25 دقيقه فوق وتحت على شبكه، تطلع معاكم مشويه وجميله جدا. هنا عندي صوص البافلو خلاص الزبده ساحت فيه. اهم حاجه بقى نفضل نقلب فيه كويس عشان كل الاطعمه والعسل والزبده تخش في قلب بعض. هنسيبه على النار وسط، نرجع نشوف الفراخ بتاعتنا بتقول ايه. طبعا لسه بدري شويه عليها. على العموم هي بدات تستوي اهي. بدأت قصدي الطبقة الخارجية تمسك، شايفين اللون عامل ازاي؟ اللون الأصفر ده اللي جاي من الكركم اللي احنا اتفقنا عليه. نسيبها بقى تكمل قلي
بعد كده نيجي عندي هنا زي ما اتفقنا الاجنحه، خليني بس نشيل ده، نفس خلطه الدقيق بتاعه الفراخ بس الاجنحه بتاخد من 12 ل 13 دقيقه. ان شاء الله طبعا الفقره الثانيه بقى هنعمل ايه الصوصات اللي بتيجي معاها، اللي هو البارميزان مع الثوم مع المايونيز مع الزبده، حاجه كده ايه هتعجبكم ان شاء الله. اهو نقلبهم برده نفس الكلام، بس احنا مش هنحط ميه في الاجنحه، هي هنقلبهم مره واحده في الدقيق وخلاص كده، عشان مش عايزينها تبقى كريسبي بزياده. ادي الفراخ بتاعتنا. ان شاء الله تكون عجبتكم ايه الوصفه. اهم خلاص نحطهم بقى في الزيت ونطلع ان شاء الله، نشوفكم في الفقره الثانيه، نطلع على الزميله عهد ونشوفكم ان شاء الله.